السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من كورس الكمبيوتر فيجن. آخر مرة كنا اتكلمنا في الهارس كورنر ديتكشن وعرفنا الماثماتكس اللي ورا الألجوريزم ده شغال إزاي. النهاردة هنطبق مثال عملي على الألجوريزم ده وهنجيك صورة ونعمل ديتكت للكورنرز اللي موجودة فيها. بس خلينا نعمل ركاب سريع كده على اللي احنا اتكلمنا فيه الفيديو اللي فات. أول حاجة احنا معانا صورة عادية خالص، الصورة دي عبارة عن مجموعة من البكسل، فأنت هتجيب الدايركشن او سوري هتجيب الجريدينت اللي بيحصل في اتجاه الاكس واتجاه الواي زي ما اتعلمنا في الفيديوهات اللي قبل كده، ما عملنا بالسوبل وما عملنا بالكاني ايدج ديتكشن. فهنا نفس الفكره، انت عندك الصوره هتجيب الصوره دي تجيب التغيرات اللي بتحصل في اتجاه الاكس عن طريق ان انت بتطبق البوسيان فلتر على الصوره نفسها، على الانتنسيتي بتاع كل بيكسل موجوده في الصوره، ده التغيرات اللي بتحصل في الاكس. وهتجيب التغيرات اللي بتحصل في الواي بنفس الطريقه، تطبق الجريدينت بسيجما دي اللي هي الستاندرد ديفيجن بسكيل معين، يعني لان السكيل ده بيختلف اللي هو الحجم بتاع الفلتر يعني. فهتطبق السكيل جريدينت بالنسبه للاكس والواي، فهيبقى معاك الاي اكس والاي واي، وبعد كده تروح تحسب الاي اكس سكوير عن طريق ان انت تضرب الاي اكس في الاي اكس، هتضرب في نفسه يعني، هتعمل تربيع لكل قيمه بيكسل الموجوده في الاي اكس، وهتعمل تربيع لكل قيمه بيكسل الموجوده في الاي واي، وبعد كده هتضرب الاي اكس في الاي واي. ليه احنا بنحسب الكلام ده؟ عشان نطلع الكورليشن ماتريكس بتاعتنا او الكوفاريانس ماتريكس. الكورليشن ماتريكس دي بتطلع ازاي؟ هنقول بقى هنا الستيت بتاعت الاكس سكوير، هنطبق البوسيان فلتر تاني بس وذ انذر سيجما، يعني هنا الستاندرد ديفيجن هنا هيكون مختلف عن اللي احنا طبقناه هنا، وتضربه في الاكس سكوير اللي انت جبتها من هنا. بعد كده الستيت رقم 2 برضو نفس الكلام، الاي واي سكوير هتضربها في البوسيان سيجما داش، وهنا هتطلع الاس اكس واي عن طريق ان انت بتقول ان البوسيان السيجما داش هتضربها في الاي اكس واي اللي هي القيمه اللي انت جبتها من هنا. يعني انت جبت الصوره طلعت الاي اكس سكوير والاي واي سكوير وبعد كده الاي اكس والاي واي، وبعد كده بتطلع الستيت القيم دي اللي هي الاسات دي عشان تحطها في الماتريكس بتاعتك. ادي الماتريكس اهي في الستيب رقم 4 عشان نحسب الام بقى لكل قيمه بيكسل موجوده في الصوره بيكون لها قيمه ام. اوكي، فهي دي الماتريكس بتاعتنا. فلو الاس سكوير دي ملخبطاك، هي نفس الاي سكوير اللي احنا كنا اتكلمنا فيها في الفيديو اللي فات، يعني هي اختلاف في الحروف مش اكتر. يعني ده هو الاي اكس سكوير، وده هو الاي اكس اي واي، وده هو الاي واي سكوير. اوكي، بعد كده بقى تطلع السكور بتاعك عادي جدا عن طريق ان انت بتحسب الديترمنانت عشان تقرر اذا كانت المنطقه دي هي كورنر ولا مش كورنر. بتضرب الاس اكس سكوير في الاس واي سكوير، ده اللي هو الديترمنانت طبعا ناقص الكي. خد بالك ان الكي دي هي قيمه هنحددها في الكود دلوقتي، هي بتبقى كونستانت وعن طريق التجربه لما جربوها في الاكواد، يعني هي دايما يا اما 4% يا اما 6%، دي هي اللي بتدي افضل النتائج. بعد كده مضروبه في التريس سكوير. تمام، التريس بتحسبه ازاي؟ تقول ان القيمه دي ناقص دي، تمام، يعني الاس اكس سكوير ناقص الاس واي سكوير. تمام، بس ده كده ركاب سريع. وبعد كده بتطلع الار دي، ولو الار دي كانت اكبر من الصفر هتبقى المنطقه دي كورنر، ولو هي اي حاجه تاني غير ان هي اكبر من الصفر هتبقى اذر ايدج، يعني هتبقى ايدج او هوريزونتال ايدج او فيرتيكال ايدج او فلات ريجن. وبعد كده بتطبق الثريش هولد، بتحدد ثريش هولد دي برضه هنحددها في الكود دلوقتي عشان تاخد الماكسيمم او السترونج كورنرز. اوكي، يعني عن طريق ان انت بتطبق النون ماكسيمم سبريشن، بتجيب البكسل وبتعمل النون ماكسيمم سبريشن عليها عن طريق القانون بتاع السيتا، وبتحدد الدايركشن بتاعها، وبعد كده بتطبق يعني النون ماكسيمم عشان تاخد الاكبر قيمه للكورنر. لو مش فاكر الكلام ده ارجع للمحاضره اللي فاتت. تعالى بقى نشوف الكلام ده بيطبقه على الكود بتاعنا. انا معايا صوره، الصوره دي بتاعت الشطرنج فيها طبعا كورنرز كتير، فهي دي افضل حاجه يعني ان احنا نستخدمها نجيب منها كورنرز. تعالى بقى نقرا الصوره دي ونديتكت الكورنرز اللي فيها. الكود سهل جدا، يعني مهما كان الماثماتكس اللي احنا قعدنا نشرح فيها ساعه في الفيديو اللي فات، هتيجي هتبص على الكود هتلاقي ان الموضوع سهل جدا. يعني اول حاجه هتجيب من باي سي في 2، والاوبريتنج سيستم هنا انا جايبها عشان اغير الدايركتوري بتاعي واقرا الصوره من المكان اللي موجوده فيه. تمام، سي في 2 دوت ام ريد، وقرات الصوره بتاعته وخزنتها في فاريبل اسمه ايمج، وبعد كده عملت انشور الصوره دي عشان اشوف الفرق ما بينها وما بين الكورنرز اللي احنا هنعمل لها ديتكت. خلاص كده جبنا الصوره، هنحول الصوره دي لجراي سكيل.
وهخزن الكلام ده في فاريبل اسمه جراي. وخد بالك هنا من حاجه مهمه جدا حطها قاعده في دماغك، ان الهارس كورنر ديتكشن مش بيشتغل غير على صوره التايب بتاعها فلوت 32 تمام، فهحولها لفلوت 32 ان هي فلوت 32 واديله هنا الصوره بتاعه الجراي اوكي. وبعد كده ازاي بقى بنجيب الهارس من السي في 2؟ هقول سي في 2 دوت هارس او كورنر هارس بس كده، وبتدي له هنا الصوره بتاعه الجراي. تعال نشوف الارجمنت اللي باخدها، انا هنا شيفت تاب، هو مش بيعمل شيفت تاب تمام ظهر اهو. الكورنر هارس بياخد ايه بقى؟ بياخد اول حاجه الصوره بتاعتنا اللي هي الجراي، بعد كده بياخد البلوك سايز عدد البكسلز اللي انت هتعمل عليها شيفتنج في الصوره بتاعتك. انت بتفضل تعمل شيفتنج، احنا شفنا في القانون بتاع الهارس في المحاضره اللي فاتت ان انا كنت بعمل شيفتنج وبحسب الديفرنس ما بين المكان اللي البكسل كانت واقفه فيه والبوزيشن الجديد اللي هي فيه. فهنا البلوك سايز حجم البكسل اللي هو النيبرد بكسل بالنسبه للمكان اللي انت واقف فيه هيبقى باثنين، يعني انت هتعمل شيفتنج باثنين كل مره، وتعمل ديفرنس ما بين القيمه الجديده والقيمه القديمه اللي انت كنت واقف عندها في الصوره. بعد كده بتحدد الكيرنل سايز، حجم الكيرنل سايز بتاعك اللي انت هتعمل بيه اللي هو الجوسيان. انت طبعا بتطبق الجوسيان، فانت هنا بتحدد الكيرنل سايز بتاع الجوسيان، فانت هتحط 3 بس، احنا قلنا من شويه ان احنا بنطبق الجوسيان يعني. وبعد كده بتحدد قيمه الكي اللي هي في القانون اللي انا قلت لك عليها من شويه، القيمه اللي هي دي اللي هي القيمه دي اللي احنا بنحددها، وهي دايما بالتجربه يعني هم لو ان القيمه بتاعت 4% دي او 6% هي افضل حاجه، فهي بتبقى كده دايما يعني. بس هي دي الهارس كورنر. خلاص جبنا الكورنرز من الصوره وخزننا الكلام ده في فاريبل اسمه دي اس تي. وبعد كده بقى هنطبق ثريش هولد عشان ناخد السترونج كورنرز. ازاي؟ اقول ان الايمج انا طبعا اروح بقى احط الكورنرز اللي انا جبتها من الدي اس تي، الكورنرز دلوقتي موجوده في الدي اس تي، فانا عايز احطها فين؟ احطها على الصوره الاصليه يعني عشان اقدر اشوفها. فانا هجيب الايمج اللي هي الصوره الاصليه بتاعتي وهقول بقى افتح ليست كده، اقول ان الديست اللي هي دي دوت ماكس هاخد اكبر قيم هنا طبعا في كل الكورنرز، وكل قيمه هي عباره عن بيكسل يعني، فانا هاخد الماكسيمم منهم واطبق على ثريش هولد 1%، يعني اضربها في 1% واشوف ان الكلام ده لو هو يعني لو الديست الدي اس تي اللي هي دي اكبر من الديست دوت ماكس مضروبه في 1% فهي دي اللي انا هاخدها تمام. انا هاخد الديسك دوت ماكس اكبر قيمه هتجيلي من هنا واطبق عليها ثريش هولد 1%، لو انت شلت دي هيديك ايرور، لازم تحدد ثريش هولد هنا عشان تاخد السترونج كورنرز. واتخزن الكلام ده كله في فاريبل اسم طبعا هتحط سوري الكلام ده كله على الصوره اللي اسمها ايمج، وهنا هتقول ايكوال وتحدد اللون بتاع الكورنرز دي. احنا عايزين نعمل زي هنا حددنا اللون اللي هو اللون الاحمر، احنا عايزين نعمل زي دوت حمراء كده عند كل الكورنرز اللي موجوده في الصوره بتاعت الشطرنج. فالسطر ده بمنتهى البساطه انت هتاخد الماكسيمم اللي هيجي من هنا وتحدد ثريش هولد وتشوفه اكبر من الديست ولا لا تمام. بس كده، وبعد كده هنعمل انشو للصوره بتاعتنا. خلينا نعمل رن كده نجرب. دي الصوره الاصليه اللي على اليمين، وهنا الصوره اللي على الشمال الكورنر اللي هي لونها احمر دي طبعا صغيره جدا، فاحنا ممكن نعمل عليها دايليشن. احنا اتكلمنا في الدايليشن قبل كده اللي هو عكسه الايروبيك على طول، الدايليشن بيخلي البكسل تتمدد يعني. واحط الصوره بتاعتي هنا، وهنا مش هنطبق اي فلتر ولا حاجه، هنحط بس الدايليشن نطبقه على البكسل بتاعت الكورنر. نعمل رن، ادي الصوره الاصليه وادي الكورنرز. طبعا الكورنرز واضحه اهو ان هو عمل ديتكت على كل الكورنرز. طبعا تقدر تطبق الموضوع دوت على اي صوره بقى وديتكت الكورنرز دي. واحد يقول لي دي هنستفاد منها ايه؟ هنستفاد منها في حاجات كتير جدا طبعا، في الاوبجكت ديتكشن مثلا، او في الريكوجنيشن، او في الريكونستراكشن يعني، والروبوت كمان الابلكيشنز بتاعتها مستخدمه بشكل كبير زي ما هنشوف بعد كده لما نيجي نشرح السيفت والسيرف. وبس طبعا الهارس كورنر ديتكشن زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات هو مش افضل الجوريزم ان هو تستخدمه في الريال تايم من ناحيه السرعه يعني. في الجوريزم تاني اسمه الفاست كورنر ديتكشن هنتكلم فيه تقريبا يعني، ممكن نتكلم فيه الفيديو الجاي ولا حاجه. بس اللي عنده اي سؤال يسيبه في الكومنت، وشكرا والسلام عليكم.